السلام عليكم اخوتي واخواتي، مرحبا بكم اليوم في حلقه جديده من حلقات الشيف نور دي كوكينغ. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا طريقه التحضير ديال الصابلي ناجح 100%. كيجي فعلا رائع، كيدوب في الفم، كيجي هش ورطب، كيجي فعلا رائع. ان شاء الله تجربوه وين الاعجاب ديالكم، راه فعلا كيستحق التجربه. وكما العاده الا عجبتكم الحلقه ديال اليوم ما تبخلوش علينا بواحد جيم الفيديو، اشتركوا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات. دابا غادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبة للمقادير على بركة الله، غادي نحتاجو عندي هنايا معلقة صغيرة من خميرة الحلويات، يعني غير راس معلقة صغيرة بهذا الشكل هذا. عندي 500 غرام ديال الدقيق الفورص، عندي بيضة كاملة، بيضة كبيرة، عندي كذلك نص كاس ديال العنبة ديال الزيت النباتية، كاس ديال العنبة كيقيس 150 مليلتر، عندي معلقة يعني صغيرة ديال بودرة الفانيلا، عندي كذلك 100 غرام ديال السكر ثقيل او السكر بودره، و 125 غرام ديال الزبده. دابا على بركه الله غادي نبداو طريقه التحضير. بشي اناء غادي نديرو الزبده بهذا الشكل هذا، وغادي نضيفو عليها سكر كلاصي، وغادي نخدموهم مزيان حتى كيتخدموا وكتخلط لينا ديك الزبده مع داك السكر، وكيوليو عندنا يعني متجانسين بهذا الشكل هذا، يعني كنخدموهم بهكا باطراف الاصابع حتى كيدخل ديك السكر في الزبده. غادي نزيد بيضه، وغادي نزيد كذلك نص كاس ديال العنبه ديال الزيت النباتيه، وغادي نزيد كذلك راس معلقه صغيره ديال خميره الحلويات، وغادي نخلط داكشي مزيان حتى يولي عندي بحال شكل كريمي بهذا الشكل هذا. نتوما كما كتشوفوا كي كيولي. من بعد غادي نبقى نزيد الدقيق شويه بشويه، وكذلك غادي نضيف معلقه ديال بودره الفانيلا. اللي ما عندكمش يمكن لكم تستعملوا سكر الفانيلا ولا داك السائل الروح ديال الفانيل كيتباع في القراعي، حتى هو راه كيجي رائع. غادي نبقى نزيد الدقيق شويه بشويه حتى كنجمع العجينه ديالتي. فبالنسبه للعجينه ما خاصهاش تكون قاسحه، وما خاصهاش تكون رطبه وكتفرتت، وما خاصهاش تعجن، غير كنجمعوها بالصبع صافي، ما خاصهاش تعجن. انا بقيت كنزيد الدقيق يعني 500 غرام ديال الدقيق وعلى حساب الكميه، المهم غادي توقفوا عند 400 غرام، وغادي تبقاو تزيدوا حتى كتحصلوا على هذا الشكل ديال العجينه. ملي كنضغطوا عليه راه كيولي بحال هذا الشكل هذا، يعني قابل، يعني فهمتوا، يعني كيكون رطب. صافي كنغطيوه بلاستيك وكندخلوه للمجمد لمده واحد 10 دقائق عاد غادي نخدموه. بعد ما كدوز 10 دقائق كنخرجوه، وكنجيب انا جبت ورقه ديال الزبده بهذا الشكل هذا، ثم كما كتشوفوا وطلقت بيلو داك العجينه ديال الصابلي بهذا الشكل هذا. خاص العجينه ديال الصابلي تكون فعلا رقيقه، ما تكونش غليظه، لان الا كان غليظ ما كيكونش الشكل ديالو زوين، يعني ضروري خاص يكون رقيق. هنا عندي اشكال ديال القطاعات، انتم كما كتشوفوا بالنسبه للاشكال كيبقاو على حسب الاختيار كل السيده وشنو بغات، يعني داكشي كيبقى على حسب الاختيار ديالها. كندوزوه في الدقيق وكنرشمو الحلوه ديالنا بهذا الشكل هذا. انتم كما كتشوفوا ضروري يدوز في الدقيق، لانه الا ما دازش في الدقيق راه كيلصق وكيخسر الشكل ديال الحلوه ديالنا بهذا الشكل هذا. يعني كنديروا الحساب، يعني داكشي باش كنديروا اللور هو باش كنديروا القدام، يعني القدام ديال المرشم واللور ديال المرشم، نتوما كما كتشوفوا باش كيجينا يعني كلشي، ما يبقاش لينا شياطين الدوائر ولا الدوائر اللي متقوبين يبقاو شياطين. كنشدوا الحساب من الاول باش كلشي كيجي هو هذاك. صافي كنجيبوا شي طاوه كنفرش ليها ورق ديال الزبده بهذا الشكل هذا، ولا كندهنوها بشويه ديال الزيت ما كاين حتى مشكل. كنجيب شي بالاه بحال هذا الشكل هذا كندهنها بشويه ديال الدقيق باش ما يلصقش ليا الصابلي، ضروري ندهنوها بشويه ديال الدقيق. انتما كما كتشوفوا راه الا ما دهنتوهاش راه كيلصق، يعني ضروري خاصكم تدهنوها بشويه ديال الدقيق باش يطلع معكم النيشان ويهبط نيشان بهذا الشكل هذا. انتما كما كتشوفوا رانا شفتوا فاش ما درتش الدقيق راه لصق في سميتو وخسر الشكل ديالو. صافي كان بعد ما كان يعني كنجمع هادوك اللي قطعت، كنعاود نجمع ديك العجينه وكنعاود نطلقها بهذا الشكل هذا، وكنعاود نرشمها بمرشم يعني كيما كان اولا الشكل اللي بغيتو نتوما، داكشي كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. كندوزوها كذلك في الدقيق بهذا الشكل هذا نتوما كما كتشوفوا. بهذا الشكل هذا نتوما كما كتشوفوا انا اختارت هذا الشكل المربع. فبالنسبه لديك العجينه راه ما كنضيعوهاش كما قلت لكم، كنجمعوها وكنعاودو نطلقوها حتى كنكملوها كامله. فبالنسبه لهاد الصابلي هذا راه فعلا ناجح 100%، راه فعلا كيجي رائع بزاف. صافي كندهنوا الطاوه ديالنا بحال هاد الشكل هذا، اولا ديك البالا، وكنحطوا الصابلي ديالنا فوق الطاوه. داك الزائد ديال الدقيق اللي كيكون فوق الصابلي راه كنحيدوه بشي شيته باش يتحيد، لانه الا تحرق ولصق فوق الشيته راه فوق الحلوه عفوا
راه كيولي الشكل ديالو خايب. صافي غادي ندخلها على بركة الله الحلوة ديالنا الفران، حتى الفران من الأحسن يكون ديال الضوء أو ديال الغاز، غير يكون تكون عافية مهيلة حتى كيتشمع من التحت، وكنديروه ما يتحمرش من الفوق، غير يشد اللوين وصافي صافي. وكنخرجوه وكنخليوه حتى كيبرد وكنزينو باش ما بغينا، راه كيجي فعلا رائع وهش ورطب بزاف. عندي كذلك هاد البلاستيكات اللي فاش كنديرو الشوكولات تما كيما كتشوفو. عندي كذلك الجليكوز، تقريبا غنستعمل منه واحد جوج معالق كبار. عندي كذلك الروح ديال البرتقال او الروح ديال الليمون. عندي كذلك الروح ديال الفريز. عندي كذلك السكر غلاسي او السكر بودرة. عندي فواكه جافة معسلة، شوكولا نواغ دايبة، شوكولا بيضاء دايبة، وعندي الكوك. بالنسبة للكوك كناخدو كنحمروه في الفران، وعندي كذلك اللوز ايفيلي محمر في الفران. دابا على بركة الله غادي نبداو طريقة التحضير. في الكاسرونة كناخدو معلقة كبيرة ديال الجليكوز، وكنزيدو ليها معلقة صغيرة ديال لاغوم ديال الفخاز، وكنديروها تدوب فوق النار. كناخدو شي شبكة ولا شي غربال بحال الشكل ده، كنديرو فيه السكر كلاصي، وكنغبرو داك الصابون اللي دار بحال الشكل ديال الدمعة نتوما كيما كتشوفو. بعد ما كيذوب داك الجليكوز ديالنا وداك لاغوم نتوما كيما كتشوفو الشكل ديالو كي كيجي، كنجيبو الصابلي ديالنا وكنلصقوه بهاد الشكل هذا، وكنحصلو على الشكل بحال هاد الشكل هذا، راه كيجي فعلا رائع بزاف. بنفس الطريقة كناخدو الصابلي كنديرو شوية داك الخليط أو داك المزيج ديال الجليكوز ولاغوم ديال الفخيز، وكنلصقوه بحال هاد الشكل هذا، حتى كنحصلو على شكل بحال هاد الشكل هذا. بالنسبة للشكل الثالث والرابع، كنهضر على الثالث والرابع ماشي الثاني، كناخدو هاد البلاستيكات هادو نتوما كيما كتشوفو، كنديرو فيهم شوكولا نواغ بهاد الشكل هذا دايب، كندوبو الشوكولاتة في حمام مائي، كنزيدو ليه معلقة ديال الزيت. فبالنسبة للشوكولاتة اللي استعملت أنا غير الشوكولا العادية، يعني غير الشوكولاتة العادية اللي معروفة صافي. طيب كنوزعو داك الشوكولاتة على داك البلاستيكات بهذا الشكل هذا. غناخد كذلك الشوكولا بيضاء، غادي نعمر بها هذا البلاستيك. فبالنسبة للأشكال كتختاروا الأشكال اللي بغيتو، داكشي كيبقى على حسب الاختيار ديالكم نتوما، يعني الأشكال اللي بغيتو نتوما هي كتختاروهم، وكتعمروهم بالشوكولاتة وكتزينو بهم الصابلي ديالكم صافي. دابا على بركة الله غادي ندخلو التلاجة يبرد. بالنسبة للشكل الثاني، غادي على بركة الله غادي ناخد شوية ديال الجليكوز، غادي نزيد ليه المربى أو عفوا الروح ديال البرتقال، الروح ديال البرتقال، كندوبوهم فوق النار وكنلصقو بهم الصابلي اللي على شكل دائرة بهذا الشكل هذا نتوما كما كتشوفو. كما درنا في الأول كناخدو الجليكوز معلقة، وكنزيدو ليها لاغوم ديال البرتقال بهذا الشكل هذا نتوما كما كتشوفو. من بعد ما كنساليو الحلوة ديالنا، كناخدو الوجه ديالها كندهنوها باللوز، أو عفوا كندهنوها بالمربى ديال المشمش بهذا الشكل هذا، وكنلصقوا عليها اللوز ايفيلي من الفوق في بلاصه اللوز ايفيلي. يمكن لكم تستعملوا كاوكاو مهرمش، او يمكن لكم تستعملوا الكوك محمر، داكشي كيبقى على حسب الاختيار ديالكم نتوما. نتوما كما كتشوفوا كنلصقوا بحال هذا الشكل هذا، وكنحصلوا على شكل رائع بحال هذا الشكل هذا، كيجي فعلا رائع بزاف نتوما كما كتشوفوا. فهاد الصابلي هذا راه ساهل، وانا اقترت لكم غير اشكال رائعين، يعني فعلا رائعين وغير مكلفين من ناحيه الزواق ديالهم. يعني غتجيبوا غير شويه شويه من الحاجه، تقريبا 50 غرام حتى 100 غرام من الحاجه، راه ما غاديش تدي لكم بزاف، وغتخرجوا بلاطو فعلا رائع بزاف. كنلصقوا اللوز ايفيلي من الفوق بحال هذا الشكل هذا ثم كما كتشوفوا، كنحصلوا على هذا الشكل هذا. فبالنسبه للشكل الثالث، او بعد ما برد دوك الشوكولاته، راه كنخرجوه من المجمد وكنسوسو ديك الطاسه، وكيطيحوا لينا هاد الشوكولات بحال هاد الشكل هذا نتوما كما كتشوفوا. كنجيبو الصابلي على شكل مربع، وكندهنوه بشويه ديال المربى ديال المشمش، كنثبتو عليه داك الحبه ديال الشوكولاته، وكنجيبو داك الكوك اللي حمرنا كندوزوه من الجناب بهاد الشكل هذا، باش كنحصلو على شكل رائع بهذا الشكل هذا. بنفس الطريقه كنكملوا الصابلي كامل. يمكن لكم تكملوا الى عفوا، يمكن لكم ديروا الصابلي اللي داير، حتى هو كيجي فعلا الشكل ديالو رائع، حيت الصابلي داير وكتكون حتى الشوكولاته داير، كيجي حتى هو فعلا زوين بزاف. حتى هو يمكن لكم تجربوه ثم كما كتشوفوا صافي. كنجيبوا داك المزيج ديال الجليكوز ولاغوم ديال البرتقال، او البرتقال نيت ولا الليمون، وكنديروه فديك الحفرة، كنحصلو على شكل بحال هذا الشكل هذا، فعلا كيجي رائع بزاف. بالنسبة للشكل الأخير اللي هو هذا، كناخدو دوك الفواكه المعسلة، كنزيدو لهم شوية ديال اللوز إيفيلي، كنزيدو معلقة كبيرة ديال المربى، وكنخلطوهم مزيان. يمكن لكم تخلطوهم أو تجمعوهم بالجليكوز، حتى كنحصلو على شي حاجة معلكة بهذا الشكل هذا نتوما كما كتشوفوا. من بعد كناخدو الصابلي ديالنا كندهنوه بالمربى ديال المشمش،
كان تبتو عليه الشوكولا نواغ بهذا الشكل هذا، بعد ما كان كيبرد كان سوسوه من دوك البلاستيكات، وكان استعملوه بهذا الشكل هذا، كان دهنو الصابلي بالمربى، كان تبتو عليه الشوكولاتة بهذا الشكل هذا. يمكن لكم بلاصة شوكولا نواغ ديروها شوكولا بيضاء، داكشي كيبقى على حسب الاختيار ديالكم نتوما وعلى حسب كل سيدة واش متوفر عندها في الدار. ولكن من الاحسن كان نبدلو الالوان باش كيجينا بلاطو متنوع، كناخدو شويه من ديك الحشوه او ديك العماره ديال الفواكه الجافه وكنثبتوها فوق الصابلي. فبالنسبه لواحد الشكل اخر انا ما بينتوش معاكم، خديت صابلي دهنت لي وجهه بالمربى، لصقت عليه شوكولا بيضاء، وديك الحفره اللي فيه درت فيها شويه ديال الفواكه الجافه، ودرت ليها زيكزاك من الفوق بالشوكولا نوار غادي يبان معاكم في البلاطو. فهذا كنحصلوا على الشكل النهائي ديالو. انتما كما كتشوفوا الاشكال راه كيجيو بحال هذا الشكل هذا، المهم انتما كتبقاو تفننوا وكتنوعوا. فبالنسبه لهذاك اللي كنت درت ليه فديك الحفيره، درت ليه داك الجليكوز والنكهه ديال البرتقال، عاودت نفسه ودرت ليه داك النكهه ديال الفخيز بهذا الشكل هذا. فهو كنحصلوا على شكل رائع بزاف بحال هذا الشكل هذا، وبلاطو راقي بزاف. ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. انتما كما كتشوفوا داك الشكل اللي قلت لكم كنديروا لي زيكزاك بالشوكولا انواع. صافي، وكنقدموا البلاطو ديالنا كيجي فعلا رائع. ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. وكما العاده الى عجبتكم الحلقه ديال اليوم ما تبخلوش علينا بواحد جيم من الفيديو، اشتركوا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات. الى حلقه مقبله بحول الله.